المهندس محمد غرابة مدير منتخب مصر. يا باش مهندس ألف ألف مليون مبروك فوز منتخب النهاردة على غينيا، فوز مهم طبعا. الله يبارك فيك يا كابتن، ربنا يكرمك كده يا رب، والحمد لله يعني نفرح الشعب المصري ونفرح جمهور مصر كلها. دايما يا رب كده فرحانين. طمنا اولا على اصابة عمر مرموش. لا اصابته خفيفه ان شاء الله، الحمد لله هي كانت بسيطه يعني، وان شاء الله باذن الله يعني الامور امور بسيطه باذن الله. يعني ان شاء الله باذن الله ما فيش قلق على اصابه عمر مرموش. لا لا دكتور محمد ابو العلا، لا دكتور محمد ابو العلا ما فيش اي حاجه خالص، وهي بس كانت خفيفه يعني. طيب عظيم جدا. كان هي اللي هي كانت خفيفه. باشمهندس قول لنا كده ايه اللي دار في الدريسنج روم في غرفه خلع الملابس يعني ما بين الشوطين، روي فيتوريا قال ايه للعيبه، الاداء ازاي تطور من الشوط الاول للشوط الثاني؟ لا هو بص هقول لك على حاجه، هو الموضوع مش مختلف بين من قبل الـ قبل الـ قبل الشوط الاولاني او في نص الشوط الثاني او في نص الشوط، ولكن احنا نيجي نقول بس احنا مركزين جدا من اول من المعسكر. تمام، كان في تركيز ان احنا ربنا يكرمنا ان شاء الله ونكسب الماتش ده، لان الظروف اللي كانت محيطه بالماتش ده ما كانتش يعني بصراحه كانت مزعلانا ومضايقانا كلنا. انت بتتكلم على الكلاش اللي حصل علشان ميعاد التدريب ما بيننا وبين المنتخب غينيا، صح كده؟ مش بس ميعاد التدريب، احنا بنتكلم على قصه ان قصه اختيار اليوم اللي هو يوم 14، وده كان وقت ضيق جدا بيني وبين يوم 11 مع الفاينل الاهلي، فلاعيبه الاهلي اوريدي ما جاتش ما اتمرنتش معانا غير يوم واحد اللي هو يوم 13. تمام، فكان الميعاد نفسه وموقف الكاس في الموضوع ده. تمام، ثانيا لما جينا هنا وصلنا هنا لقينا في تعنت من الاتحاد الغيني ان هو ينزل على التدريب بتاعه يبقى في نفس توقيت المباراه، اللي هو من حقنا كريجيليشن او كلوائح الكاف بتقول ان احنا من حق الفريق الضيف هو اللي ينزل يتمرن على الملعب الرئيسي يوم قبل المباراه وفي نفس التوقيت. طبعا لقينا في نوع من انواع المشادات واثبتنا حقنا طبعا في الكاف، ولكن هم كانوا متعنتين جدا. ووصلنا الاستاد لقيناهم في الملعب. الفريق اللي الضيف يا باشمهندس؟ الفريق مش الضيف، احنا الضيف، احنا الفريق الضيف. ايوه احنا الضيف، انا فاهم. الضيف هو من له الحق ان هو يتمرن على نفس ملعب المباراه في اليوم الذي يسبق للمباراه في نفس توقيت المباراه، صح كده؟ نفس توقيت المباراه قبلها بيوم، التمرين الرئيسيه بتاعت المباراه. طيب بس اعتقد التصعيد ده يعني كبير، وايه غرامه يعني على منتخب غينيا؟ والله غرامه. لا وحصل كمان برضو ان هم كانوا بيلعبوا بكور، كانوا جايبين لنا كور غير كور الرسميه بتاعت المباراه، يعني كان في نوع من انواع الايه التعنت الغير واضح او اللي يعني الغير مبرر في القصه دي. تمام، ولكن قلنا لهم في الاخر احنا ما هنسيبكم، هنتمرن احنا في الاول والاخر مصر، والملعب هو اللي بيتكلم وربنا كرمنا في الاخر. شغل ثانيه ثالث على فكره ده يا باشمهندس، بجد والله شغل ابتدائي جدا يعني. على اي حال طبعا الف الف مبروك للمنتخب، ان شاء الله العوده هتبقى امتى؟ العوده ان شاء الله صباحا باذن الله. اها تمام، على الساعه 10 صبحا الطياره عندنا الساعه 5 6 كده ان شاء الله باذن الله بفرق التوقيت يعني. باذن الله. ان شاء الله عندنا ماتش مع جنوب السودان، المحترفين هيشاركوا ولا لا؟ وارد ان هم ما يشاركوش يعني، بس يعني لسه لغايه دلوقتي القرار ما اتخذش، ولكن ان شاء الله بالكثير قوي بكره هيبان كل الامور باذن الله حضرتك، قطع هيبان كل الامور. انا كان عندنا يعني خبر بيقول ان روي فيتوري بيفضل ان هو يشرك محمد صبحي في مركز حراسه المرمى. كل الكلام اللي حضرتك بتقوله ده وارد ومطروح. تمام، ولكن القرار النهائي هيبقى ليه ان شاء الله بكره بالليل باذن الله. بعد ما نرجع باذن الله احد. احنا في معسكر قبل كاس العالم باشمهندس؟ كاس العالم بمعنى؟ لا معلش انا مش سامع حضرتك تاني، قول تاني معلش. معسكر قبل كاس العالم طول حضرتك؟ بتكلم على القرعه بتاعت كاس العالم. لا هو احنا دلوقتي يعني المعسكر ده هينتهي ان شاء الله يوم 18 بنهايه ماتش مباراه جنوب السودان. وان شاء الله شهر 9 الجاي هيبقى في ماتش اثيوبيا. هيبقى في ماتش ودي تاني ان شاء الله. شهر 10 هيبقى في ماتشين وديتين.
في شهر 11 هيبقى تصفيات كاس عالم، هيبقى مباراتين برضو. شهر 12 مش هيبقى فيها توقفات، ولكن هنتوقف في الاخر خالص في اخر 12 عشان كاس امم افريقيا ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا باشمهندس محمد غرابه مدير منتخب مصر، بشكرك شكرا جزيلا والف الف مبروك على هذا الفوز.